السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعين ديال عثمان مدينة المضياق عثمان الرينكون. واليوم غنقي واحد الجولة في الغابة ديال مدينة المضياق ولا نقدر نوصل حتى لكابو نيغرو. وخليكم معايا وقلت نبداها لكم من السوق ديال الحي. هذا هو السوق ديال الحي. شتو هاد السوق هذا حاليا كان هنا كايز ما غير الواد وتا واحد ما كان كيبغى يسكن في هاد المنطقة هادي حيت كان فيها الواد وهاديك. وحاليا باش تجي تسكن هنايا خصك يكون عندك الفلوس مزيان باش تشري دار ولا تشري شي حاجه. تحياتي وخليكم معايا وغنديكم الدخله درينكم ويمكن نوصل معكم حتى كابو نيغرو. خليكم معايا وخليكم معايا. احنا دابا وصلنا في الدخله ديال الرينكون. الدخله ديال مدينه الرينكون، الدخله ديال مدينه المضياق، الدخله ديال قريات الصيادين. طبيعة الحال الناس اللي جاو من الرينكون راه غادي يعرفوها. هذه هي الدخله ديال الرينكون اولا الدخله ديال مدينه المضياق. وخليكم معايا وصلت معكم للدخله وتشوفوا الدخله ديال الرينكون شحال مزيونه. كاين جمال في هذا الرينكون ولكن الازمه خانقه. خليكم معايا دابا غنوصل معكم لواحد الدخله ديال الكهف وغنديكم حتى ندخل هاد الكاف وغندخل من تما وعاد خرج. وكنتمنى بهاد الخلفه نوصل حتى كابو نيغرو ونرجع للخدمه مع الثلاثه. خليكم معايا وما تقنطوش. المهم هذاك هو الكاف. في قديم الزمان كان كيجوز من تما الترن باش كيوصل للسبته المحتله. وسبحان الله العظيم هاد الكاف هذا ديما عندي الهيبه الخوف منه. كانت عندي واحد عام طوموبيل عمري ما كان كيعجبني ندخل من تما حيت ما كيعجبنيش. ملي كنوصل ليلو كتحس بواحد الصوت غريب فيه والطوموبيلات ملي كيدخلو فيه كيعمل واحد الصوت حتى في وسط الطوموبيل غريبه. خليكم معايا وانا غندخل ليلو غنخرج من باب اخرى وغنصوركم نيت من تما. المهم اخواتي هاد الدخله ديال الكاف وكنظن كتسمعوا الصوت ديال الهرير وانا غندخل من هنا من هاد الدخله هادي تنخرج الليل. الطوموبيل كتكون ما غير شويه صغيره مجا ولكن الصوت كيتسمع بحال اللي كايزه شي طياره. خليكم معايا وغندخلكم من الكاف ويمكن نصور فيه شي حاجه. كنشوفوا بعض الانفقه بعض الدول الدجاج وهذيك ولكن هنا ما غنحشر بيض. كيخلعو خواتي كان كيكوس هنا الترن في قديم الزمان كيوصل حتى السبته المحتله. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى ما يجي حتى شي طوموبيل حيت كيخوف ما غير الصوت ديالو. الحمد لله انهم كيشوفو بنادم وكينقصو الصوت. الانسان كيشوف الصوت كينقصو. خليكم معايا اخواتي حتى الاخر. كنت ما غنصوركم شي داخل ولكن اضطريت نصور ماشي طويل بزاف. الحمد لله انه مضوي وما شبرنيش الخوف اليوم بزاف صراحه الله يهدي. خليكم معايا اخواتي وهذا النفق العالمي الذي يوجد في مدينه الرينكون. ومن هنا احييكم. كنت غنقطع ولكن ما قطعتش حيت كاين فيه الضوء. ماشي جوج طوموبيلات اربعة. خليكم معنا قلب كيدا تلقى ما غير شي واحد يتفافى ويرجع من السقفية. الله يحفظ. انا ديما عندي واحد الهيبه تخاف من الطق وهي ماشي الكبير اللي كنخاف منها انا. ممتاز
نسيو هاد الشوش، القلب كان بدا كيخاف الدم كيخاف، ولكن راه كازو. كنت كنتمنى واحد جوج ثلاثة ديال الشباب راه ما كازو، كنت كنتمنى ندوز معاهم. وحنا خرجنا بخير على خير. هذا النفق اخر كاين ما غنمشيش لتحت الارض ندوزو فيه حتى هو. خليكم معايا، هذا النفق ماشي خطر. هو 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 احنا خرجنا من النفق. كما كتشوفوا اخواتي اليوم الحد، الناس كلشي كيخرج كي قطواجن وهاديك. مزيان انه الانسان يخرج من الدار ويفجج وهاديك. اختصر الطريق اخواتي، قلت واحد الطريق اخرى باش نقصر الطريق نوصل حتى كابو نيغرو ونرجع. خليكم معايا وكنتمنى ما تقنطوشي، وراكم عزاز بزاف 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 ماشي شويه. بارطاجوا الفيديو اخواتي، بارطاجوا ومردوده. اللي كان جبر عمل لي مشاركه الفيديو كنعمل له حتى مشاركه الفيديوز ديالو في الاخضر والازرق وجاو مع المواقع اللي عندي. ومرحبا والف مرحبا بالجميع. خلوكم معايا وقيلا نوصل حتى كابو نيغرو، غنصوركم تما شويه ونرجع بحالي. كنتمنى ما نتعطلش على الخدمه.
وهذه كمان الحرائق.